السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. هنعمل اكل الطبيعي بتاعنا، كل يوم بنيجي مع حضراتكم نعمل اكل، بس النهارده هيكون يوم مميز شويه او مختلف. طواجن، مشويات، صواني، محمر، مشمر، ده موجود، بس في حاجه ما نقدرش ننساها وفي ناس كتير بتتكلم عليها، الدايت. الدايت هي وجبه اساسيه لكل رياضي او كل حد بيخفض شويه من وزنه. انا مش هقعد اكل كل يوم دايت. الاكل الدايت ساعات ممكن يكون حاسس ان هو طعمه مش حلو، او ممكن متوقع ان هو تقيل عليا، او مش متوفر، او غالي، او محدش هياكل معايا، او ده كله موجود في عقليتنا بنتكلم عنه. طب هو كل اللي بياكل اكل دايت بيعمل دايت؟ لا. طب كل اكل الدايت ممكن يكون في البيت؟ اه. طب كل اكل انا بتمرن عشانه موجود؟ اه. طيب خلينا نتكلم واحده واحده. انا اكيد انا مش هتكلم كلام طب، انا مش دكتور ولا انا كوتش في جيم، بس اكيد كل واحد ليه خبرته. في الدكتور بيتكلم على الاكل الصحي والتركيبه، وفي الكوتش في الجيم بيبقى عنده تركيبه تانية مختصه بكل اللي بيجوا يتمرنوا عنده حسب نوع التدريب. في واحد يجي يقول لك انا عايز اعمل فورمه، وفي واحد تاني يقول لك انا عايز اخفض الدهون، وفي واحد تاني يجي يقول لك لا انا ولا عايز فورمه ولا عايز دهون، انا عايز اكون مستقر طول عمري. يعني ايه؟ انا واحد من الناس دي، انا ولا عايز فورمه ولا عايز ازود ولا عايز انقص، انا عايز اكون نفس شكلي ما اتغيرش، فبنظم وقتي على التمرين زائد الاكل، والاكل اهم من التمرين والتمرين اهم من الاكل. لو الاثنين ربطتهم ببعض هنطلع النتيجه اللي احنا محتاجينها. طيب واحده واحده كده عشان برضه انا مش فاهمك. انا النهارده مثلا عندي وزن زياده، فممكن اروح الجيم وممكن اقعد اعمل عضلات وكل حاجه واكل واحرق، وده طبيعي. وممكن حد تاني يروح يتمرن تمرين ملوش علاقه بالعضلات خالص، اكسرسايز بقى وتمرينات وستريتشات ومش عارف ايه، ده موجود وليه برضو حرق دهون، وليه برضو مجهود طويل جدا بيتدرب في الجيم وبتقعد تحرق بنزين كتير جدا، فعايز تعوض. التعويض هو ده اللي عندنا بقى. انا بتاع تعويض الاكل. الوجبات اللي بناكلها الطبيعي بتاعتها، ناس كتير جدا متخيله ان لما ناكل وجبه كامله من الشارع مثلا بطاطس وساندوتش وبيبسي ولا شيبسي وايا كان ايه الاسم، ان انا كده عملت كل حاجه. ده كله موجود وزي الفل، بس دي وقت معين في الاسبوع ام عشان التمرين بالذات. طيب لو انا مثلا مش عايز اضر نفسي او خايف ان انا اكل بطاطس وعيش ومش عارف ايه والتركيبه دي كلها، بطاطس وعيش ومكرونه مع بعض هم مش خطر زي ما احنا متخيلين، بس هم ليهم وقت في الاسبوع. طب ايه اللي انا اقدر اكله طول الاسبوع بقى؟ هنا بقى اتكلم في دي. افكر في الخضروات بشكل كامل، افكر في الفواكه بشكل كامل، افكر في البروتين اللي انا محتاجه لعضلات الجسم، ان انا محتاجه زي البروتين زي اللحوم، ده موجود. افكر في الشرب كحرقه للدهون، ده موجود. ده كله هتكلم على حضراتكم عليه، ونتكلم على اربع اطباق اسهل من بعض. هعمل مع حضراتكم النهارده رقم واحد طبق ستيك بلحمه ما فيهاش دهون، بتسويه تكون يعني مميزه كده بطعم وبهارات تكون يعني موجوده في كل البيوت، ده رقم واحد. رقم اتنين هتكلم برضو على سلطه تتعمل برضو بنوع من انواع البروتين او بالفراخ المشويه، شوف بتتعمل ازاي. شوربه حرق الدهون في منها نوعين، هتكلم على نوع واحد او هعمل نوع واحد وهتكلم على النوعين. طبق سلطه هيتعمل برضو بشكل بسيط، وعادي كمان كوبايه جنزبيل بالنعناع بالشاي الاخضر بالقرفه ليها علاقه برضو بحرق الدهون، هتكلم على كل الكلام ده كله بس بعد الفاصل. اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من لقمه هنيه. حبينا النهارده مع حضراتكم نيجي في مكان هو طبعا الجيم كلنا عارفينه، ونعرف موضوع الدايت بمعنى كلمه دايت، من التمرين واللي بيخس وكمان اللي بيتخن. هنشوف ده كله طبعا مع مصدر موثوق منه، مع كمان الباشمهندس شريف عاطف. اهلا بيك. ازيك يا علي؟ عايزين نعرف اللي بيجي يتمرن معاك، اذا كان رفيع وعايز يتخن، اذا كان تخين وعايز يرفع، اذا كان شاب عادي او بنت عاديه عايزه تعمل فورمه. بيتقابلنا مشكله كبيره جدا جدا، هي الثقافه بتاعت الناس. الثقافه بتاعت الناس اللي هو التخين
بمجرد ما يخس ما يجيش تاني، رفيع بمجرد ما ما يتخن ويعمل الفورمه بتاعته ما يجيش تاني. لا انا عايز ازاي يفضل على طول ده يبقى اللايف ستايل بتاعه، ازاي يبقى اسلوب الحياه بتاعته من غير المسبكات، من غير الدهون، من غير من غير من غير، حتى لو حصل دروب عنده في التمرين ما ياثرش على صحته، يفضل برده ماشي في نفس الشكل. اكيد بعد تمرين اسبوعي وبعد كل يوم تمرين في حاجه اسمها اوبن داي او اليوم المفتوح، دايما احنا عارفينها واكيد، بس في ناس طبعا من كل مشاهدينا الكرام مش عارفينها، فوضح لنا شويه موضوع اليوم المفتوح اللي هو اخر الاسبوع او اليوم بس. هو اليوم المفتوح ده بيبقى الجسم بيبقى لو فضل ماشي على سيستم معين فتره طويله الجسم بيدي ديفنس للنظام اللي هو ماشي عليه، تمام، فلازم يتفصل بيوم. اليوم ده لما بتيجي تاكل اي سكريات او حاجات انت كنت قافلها قبل في طول الاسبوع التمرين نسبة الحرق في الجسم بتزيد جدا. اليوم ده مثلا اكل فيه اي حاجه انا عايزها، اي حاجه اكل فيه عكس ما كل يوم باكله في الاسبوع. بس هي بقى دي النقطه اللي احنا بندور عليها، ان انا مش عايز افتح للناس نظام الاكل الغلط اللي احنا ماشيين عليه. أيوة. احنا كلنا ماشيين عليه، عايزين نتكلم في النقطه دي كويس قوي، المسبكات والحاجات اللي بيبقى فيها دهون عاليه والحاجات اللي بتبقى فيها بترفع نسبه الكوليسترول في الدم على اللونج ران بالنسبه للاعمار المتقدمه. هو ده اللي انا عايز، ان انا ناكل برده بس ناكل اكل كويس. لو انت تفتكر لما جينا عملنا هنا الفراخ عملتها انت بالاعشاب. أيوة. وعملت شويه صح. حاجات مشويه كلها حاجات مشويه وكلها حاجات ما فيهاش اي نسبه فات بالزبط. والناس كلها كانت عماله تقول ازاي واتعملت ازاي وطعمها مختلف طب احنا عايزينها طب بتعملت مين اللي عملها هو ده اللي احنا بندور عليه، يعني ان احنا ازاي نعمل حاجه طعمها حلو الناس تقدر تمشي عليها فتره طويله وتستمر عليه. لان انت لما هتيجي انا لو جيت قلت لك افضل ماشي شهر على حاجه معينه هتزهق طبعا. طبعا الفاكهه والخضار هم ليهم عامل اساسي فايده صحيه لاي انسان في الدنيا. في ناس تاكل دايت اكل دايت بخضروات بس يكون مستوي، وفي ناس تاكل يكون مش مستوي، انت رايك ايه؟ اعلى فايده للخضار او الفاكهه وهو مش مستوي هو فريش في السلطات، يعني في السلطه وفي الفاكهه العاديه. الفاكهه طول ما هي الفاكهه فريش فانت بتاخد اعلى فايده منها. جميل. حتى في ناس تقول لك ايه، انا ممكن مثلا الاناناس بالليل ده بيعمل بيزود نسبه الحرق وجميل جميل، فطب انا اعمله عصير. لا، الالياف اللي جوه الفاكهه أيوة. هي دي اللي انا عايزها، هي دي اللي انا عايز الجسم يستفيد بيها. اه فهمتك قصدك ايه. دي حاجه في حاجه انت نسيتها برده او ما اتكلمناش فيها، هي موضوع الحلويات. حلويات انا كارثه الحلويات دي. انا موضوع الحلويات دي انا مش عايز اقول لك ان كميه معاناه احنا بنعانيها من خلال اطفال صغيرين ومن خلال ناس كبيره. في ناس كبيره تلاقيها برده مش قادره تبطل شوكولاته، وفي ناس صغيره مش قادره تبطل شوكولاته، والحلويات تلاقيهم بياكلوا كميات كبيره. دي مش هقدر اعوضها عنهم، لكن اقللها اظبط نسب معينه بحيث ان انا ارضي نفسي وفي نفس الوقت ما يضرش نفسي. طيب احنا كلامنا كده يعتبر الحمد لله كده خدنا كام باب وقفلنا، بس في اهم انواع الاكل اللي طبعا اي بني ادم في الدنيا واي انسان اذا كان بيتمرن او ما بيتمرنش ما يقدرش يستغنى عنها، هي البروتين او اللحوم. احنا قلنا جزء منها بسيط من موضوع التوابل وده في ايدينا، هنقدر نتبل ونغير شويه من معظم الاكلات، بس عايزين نتكلم شويه في نوع اللحمه. طبعا هي اللي داير اللي فيها داير كله دهن دي بتبقى شكلها حلو قوي. ايوه. لكن مضره جدا جدا، لان كل ما نسبه الدهن اتوجدت كل ما حصل اضرار. جميل. انا لما نيجي ناكل ندور على حته اللحمه، ندور على حته اللحمه الساده الصافيه البتلو اللي هي تبقى حته ميداليون الحاجات اللي هي بتبقى ضعيفه كده بالظبط كده، ما يبقاش فيها نسبه دهون عاليه. حلو. وسريعه برضو في الهضم. في الهضم ده المهم، دي مهمه جدا جدا. حلو. لو انا فكرت ان انا اعملها حاجه غير الشوي ممكن مسلوق، بس طبعا برضو لازم يبقى ما بيبقاش ليها طعم. يعني هي يعني الشوي بمعنى الكلمه هو الشوي مع شويه توابل بشكل معين تغير الطعم بس. حلو. طبعا الاسماك دي ما فيش حد في الدنيا يقدر يبعد عنها، واوعى تصدم اي حد يعني على خبرتي انا اكيد طبعا ما اقدرش اجاوب عنك في موضوع الرياضي بالذات. ان الاسماك بالذات ما اقدرش اتحرم منها، بس اكيد في حاجات عندك تحرمني من السمك. المقليات. المقليات في السمك. يعني انا ما عنديش مانع في ان انت تاكل سمك كل يوم. جميل. باي شكل. باي شكل، لكن المشكله كلها بتبقى في المقليات. المقلي بالزيت. الزيت الزيت والدقيق والبيض واللبن. وكمان في حاجه تانية بدل ما نقف عند دي برضه قبل ما نكمل، الصوصات بتاعه المقالي. دي بقى كارثه. كارثه. انا عندي في ثلاث كوارث اسمهم. أيوة. مستردة. ايوه. واسمهم مايونيز وكاتشب. مهما اتمرن ومهما حرق ومهما طول ما هو بياكل لزلزين. صح. دول طول ما هم بياكل الثلاثه دول، فيعني انا متعود ان انا اكل بطاطس مش لازم احط فيها كاتشب، مش لازم احط عليها مستردة، خايف شويه على نفسي، مش لازم احط عليها مايونيز. لو انا النهارده
بعمل الخضار السوتيه او حضرتك انت كراجل كوتش وانا بعمل الخضار السوتيه بالطريقه دي تاكلها ولا لا؟ اللي هو مثلا هديها فص ثوم صغير جدا، بصلايه ده للتست، معلقه زعتر فريش، حبه خضار سوتيه كده مسلوقين نص زلقه طبعا، ندعي زيت هو ده هو ده وخلاص. هو ده الحته اللي احنا بندور عليها. ايوه النكهه، ان يبقى الحاجه طعمها حلو. حلو، مش مجرد ان انا باكل اكل مسلوق وخلاص. حلو، شوربه خضار وخلاص، لا ما هعرف منها بصراحه. يوم ورا يوم هتقعد هتاكل يوم 2 3 وبعد كده مش هتقدر تكمل حاجه، اجري وراك علشان اجيبك عشان مش هتقدر. طيب احنا كده طبعا خلاص قفلنا كل الابواب اللي لها علاقه بالاكل والتمرين. وبالنسبه للاكل انا هعمل الاكل واظبط الامور، وانت كمان بقى دلوقتي قوم نتمرن ونحرق الدهون. يلا بينا. اوبا هو يا جماعه زي ما انتم شايفين قاعدين بنتمرن وبنلعب وكل حاجه، ولقمه هنيه كمان معانا في الفيسبوك، يعني الموضوع في كل حته. تعال تمرين واتمرنا، لعب ولعبنا، بصينا وفهمنا وعرفنا كل حاجه، بس اكيد بعد الكلام ده كله لازم ايه؟ ناكل لقمه حلوه. تعالوا مع بعض نشوف الاخبار ايه. اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. طيب زي ما حضراتكم شفتوا التقرير، اتكلمنا مع حد يكون فاهم في الاكل والشرب بالنسبه للدايت او بالنسبه للجيم بالذات. وفي الاخر انا في الداخل الفصل الاخير انا بوصلكم بضحك لاني كنت شايف التقرير، وفي الاخر انا بشويه كده حبه هزار عشان كده ضحكت بس مش اكتر من كده. طيب سالنا شريف عاطف على ايه الاكل. ده الراجل ده هو المفروض هو فاهم كويس جدا في التدريبات وعامل دبلومه في التدريبات وهو صاحب جيمات وهو مهندس كمان، فتركيبته كده ان هو فاهم وناس كتير جدا بتروح عنده، عنده دكاتره وعنده مش عارف ايه وبتاع، فخوفنا من حاجه كده ناخد نتكلم عليها شويه. الصوصات فعلا الثلاث انواع صوصات دول كارثه، وهم دول اكتر صوصات نسميهم دهون متركنه او دهون بتثبت في الجنب، الحتتين دول الجنبين دول هي دي الدهون المتركنه من كل اكل، الحتتين دول الجنبين دول. فلما تلاقي حد عنده الجنبين دول مش تخن، دي بتبقى من تكرار الصوصات بالشكل الزياده على اللزوم. والمقالي، المقالي زي ما احنا متفقين وعارفين من غير ما نتكلم كتير ان المقالي هي عامل اساسي في التخن شويه او في زيت الدهون مش قويه جدا. طيب الصوصات اتفقنا عليها، والمقالي نبعد عنها شويه، والمسبكات زي ما هو قال والتركيبه دي كلها احنا عارفينها. طيب بتيجي نعمل طبق ستيك، اللي يشوف يقول عليه اللي هو مش دايت بس هو دايت، البروكلي والجزر والبطاطس والكوسه لو اتحطوا كلهم مع فص الثوم اللي اتكلمنا عليهم مع الاعشاب مع البصله الناعمه مع زيت زيتون لمده ثواني، انا اكلتهم ملح وفلفل حط براحتك مفيش مشكله، بس ما تزودش كتير ملح عشان نبقى واخدين بالنا شويه من الموضوع. طيب انا هخش اول حاجه هتبل ستيك ونشتغل في اول طبق لحضراتكم اللي هو الستيك مع الخضار السوتيه. الستيك انا جايب حته لحمه زي ما حضراتكم شايفين كده ما فيهاش بربع جنيه دهن زي ما بيقولوا، ما فيهاش حاجه، وستيك شغل يعني وستيك بجد. حته اللحمه دي ضعيفه جدا، ما فيهاش حاجه صعبه من الهضم وما فيهاش حاجه صعبه في التسويه، هي بتتعمل بطريقه تكون سهله جدا. رقم واحد معلقتين زيت زيتون كده، وعندي كمان نص كوبايه ميه بصل هقسمها بينها هي والفراخ ماشي الكلام، وهاخد كمان ربع معلقه زيت من الثوم بس اديني ريحه، وعندي كمان الاعشاب الروزماري او الزعتر كده ماشي الكلام، وكمان عندي حبه ملح قليلين مش كتير
والفلفل الاسمر زياده عن اللزوم عشان هو ده اللي بيديني نتيجه كويس جدا. ماشي الكلام، وابدا اجيب كل الحاجات الحلوه دي وابدا اقلبها كويس جدا، واسيبها مش اقل من نص ساعه ساعه عشان تتبل كويس قوي، وبعد كده بشويها وتبقى عندي تمام التمام. طبعا الاكلات دي كلها ما فيهاش صعوبه، بس هي التركيبه مش اكتر من كده. المفروض نسيبها شويه ونسيبها شويه، مش مفروض عفوا نسيبها شويه تمام. والخضار السوتيه انا سلق ونص سلقه عشان بتاعته، رقم 2 استفيد بالالوان الجميله دي ما تبقاش في وسط الغليان بتاع اللحمه بتاع سوري بتاع الميه وتغلي كتير جدا، تحس ان هي بقت غامقه جدا، فخلي الاحتفاظ باللون يكون حلو ويكون برده الطعم موجود والفايده الصحيه موجوده. ده بالنسبه لاول حاجه. هبدا عشان اختصارا للوقت هبدا اشوي الستيك على الشوايه بالشكل دوت زي ما اتفقنا الصح والمظبوط، نخليها مش اقل من ساعه او نص ساعه كده. بالشكل دوت واسيبهم شويه. طيب هتعمل ايه بقى تاني؟ هنتبل بالمره الفراخ عشان نكون مجهزين حاجتنا. الفراخ نفس الموضوع، بس هديها فص توم صغير، ممكن هديها كمان اعشاب زياده، وهديها كمان ممكن ميه طماطم، هتفرق كتير. تعال الاول نتبل الفراخ وبعد كده نحطها واحده واحده. ادي ميه البصل اللي موجوده عندي، ماشي الكلام. ادي فص التوم اللي اتفقنا عليه بالزيت بتاعه، والاعشاب برضو روزماري او زعتر بالشكل دوت، وكمان عندي ميه الطماطم او الطماطم المبشوره في النص كده، ماشي الكلام. وكمان عندي البهارات بتاعتي، حبه كمون قليلين، حبه ملح نفس الموضوع، فلفل اسمر لازم، وكمان ليمون عشان الزفاره في النص كده. تقليبه حلوه، تتبيله حلوه جدا، ما خدتش مني وقت على السريع. وهديها كمان زيت زيتون عشان تخليها معايا متلمعه وطريه اهو. وانا شغال كده اقلب كويس قوي، وهبدا هجيب عندي المساك عشان خاطر اشوف اخبار اللحمه ايه، مش عايزه تبقى محروقه، عايزه تبقى جوسي. بص الشكل ده عامل ازاي اهو اهو كده، مش عايز اخليها تبقى ناشفه. لحم بقري ضعيف جدا، اقطع بسن السكينه. هجيب عندي صدر فراخ وابدا انزله عندي بالشكل ده، واتبل كويس جدا، واسيبها شويه على قد ما اقدر. لو قدرت اخليها برده ساعه ساعتين ما عنديش منها خالص. ده كده يتساب ونشوف هيبقى عامل ازاي. حلو الكلام، ما فيهوش اي صعوبه خالص. الخضار السوتيه زي ما اتفقنا انا همشيها عندي بشكل بسيط، بمعلقه زيت زيتون او زيت عادي، مش شرط يكون زبده، وهبدا اشتغل مع حضراتكم واحده واحده. طيب عندي حبه شوربه عايز اشتغل فيهم برضو على مزاجي. الشوربه هي حارق للدهون زي ما احنا متفقين وتمام التمام، ولكن ممكن يكون طعمها شويه محسسني قوي ان هي دايت، بس هي دايت لازم نستحملها شويه، بس ندلع المرقه شويه. المرقه هي الموضوع بقى اللي هيخليها فيها طعم كويس. انا جايب عندي كرنب احمر وكرنب اخضر وعندي شوفان موجود، وهبدا واحده واحده كده بصلية مفرومه بالشكل دوت مع معلقه الزيت اللي اتفقنا عليها. حلو الكلام، مش عايز احرقهم عشان كده سخنت الطاسه وبعتها شويه يتشوحوا كويس تمام اهو. هبدا اقلبهم تمام التمام، وبعد كده هبدا انزل واحده واحده بكل مقاديري. الشوفان هبدا انزله الاول كده حالا، الله يك فاصل بس اخلص بس الشوربه دي على السريع، مع كمان الكرفس وكمان حبه الكرات. انا عايز اعملها نايف نايف شويه كده، حبه كرات وحبه كرفس وبصلايه، ويتشوحوا كويس جدا اقل من ثواني، نحط بقيه الخضروات بتاعتنا تتشوح معاها. هي نايف نايف افضل شيء. المرقه اللي عندي ما فيهاش اي صعوبه خالص، بجيب مكعبين مرقه خضار وافرمهم كويس جدا مع كوبايتين ثلاثه من الميه، يغلوا غلوتين ثلاثه وبعد كده احطهم عندي يبقى شرب. ده كده خلاص ان الطاسه سخنه، وهبدا اجيب عندي الخس سوري الكرنب بنوعين، وابدا اقعد اقلب فيهم شويه لمده 5 دقائق، وبعد كده هبدا اديهم المرقه. هنا اقلب براحتي خالص، والناحيه الثانيه شغاله اللحم زي ما حضراتكم شايفين اهو،
ونطلع فاصل، بعد الفاصل نكمل بقيه الشوربه. ثم نواصل. اهلا بكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب الشوربه زي ما اتفقنا انا مش عايز تكون متشوحه قوي، على اساس تكون مطبوخه نيف نيف، حطينا كله على بعضه وسبتها عندي بالمرقه، هنشوف هتبقى عامله ازاي كمان خمس دقايق كتير ان شاء الله. طيب بهاراتنا ملح وفلفل متشكرين مش اكتر من كده. الستيك انا شايف ان هو كده تمام، هرفعه حالا عشان خاطر هبدا اعمل له كمان الخضروات بتاعته السوتيه بشكل بسيط. هجيب عندي كده الستيك زي ما حضراتكم شايفين، مش عايز اخليه ناشف بصراحه اهو، التسويه دي كويسه عشان لو سبته اكتر من كده هحس ان هو ينشف اكتر، وانا مش عايز كده بصراحه. سيبه على جنب كده ونشوف اخباره ايه. طيب الطاسه دي هبدا اسيح فيها معلقه زيت على السريع، مش هخليها تتشوح، ما دام زيت زيتون هنشتغل بيه يبقى ما نخليهوش يتحرق على النار، لان ما دام هنتكلم النهارده على حلقه صحيه واكل دايت نتكلم كمان على فوائد وكمان مشاكل زيت الزيتون. زيت الزيتون هو يعتمد على من اكتر يعني من خمس ست فوائد. هتكلم على الاوميجا اللي فيه. الاوميجا اللي فيه لو اتحرقت على النار بتقلب العكس، بدل ما هستفيد بريحته وطعمه ولا هستفيد بريحته ولا هستفيد بطعمه. هو مش زيت ذره ومش زيت عباد يستحمل السخونيه، هو معمول عشان خاطر اكتر الوقت نستخدمه في السلطات او في الطبيخ بس يكون نايف نايف، ما نخلوش يتحرق كتير، لو اتحرق كتير مش ريحته بتبقى طالعه علينا تحس ان هي متاكسده ومحروقه وده مش صح. طيب انا هعمل زي ما اتفقنا خضار السوتيه بمعلقه بسيطه جدا من الثوم عشان ندي الريحه كده، وكمان بصلايه ناعمه جدا مش متشافه، بمعنى كلمه مفرومه قوي يعني. حلو الكلام، يتقلبوا مع بعض في خلال دقايق، اول ما احس ان خلاص بداوا يسخنوا هبدا اشتغل على طول بيهم. الشوايه عندي شغاله وانا عملت حركه حلوه جدا ونتكلم عنها اكتر. لو انا هشوي لحمه وفراخ هشوي اني حاجه الاول؟ هشوي اللحمه. طب ليه؟ خلي الفراخ في الاخر. زفرت الفراخ مهما كانت الفراخ مشويه على الفحم او مشويه في اي حاجه، لازم اكون حاطط دماغي ان الفراخ ممكن تزفر لي الشوايه، فعشان كده خليتها في الاواخر وده افضل. ننزل على طول بالفراخ على الشوايه ونسيبها تاخد وقتها. الفراخ دي عاملها للسلطه، السلطه تركيب ما فيهاش حاجه صعبه، هنشوف بيتعمل ازاي برضو السلطه. حلو الكلام. طيب واحده واحده كده ونكمل بقيه اطباقنا ونشوف الاخبار ايه. انا عندي الستيك خلصان، خضار السوتيه بتاعه في ثانيه، اول بس ما احس ان الزيت مع البصلايه بدا يبقى سخن شويه هنزل بيه على طول، والشوربه عندي تغلي هبهرها وهنشوف هتبقى عامله ازاي. طيب عندي كوبايه انا مش عارف اسميها ايه، بس هي كوبايه يعني ممكن اسميها جنزبيل قرفه شاي، هي ميكس اعشاب، بس في منها الناشف وفي منها الفريش. زي ايه مثلا؟ عندي القرفه خشب، وعندي كمان الجنزبيل، وعندي كمان الشاي اخضر يكون من نوع حابينه كلنا، وهبدا انزل التركيبه دي كلها مع بعضيها في ميه وتغلي ونشربها دي على الريق، سايح الدهون وكمان تبقى حلوه كمان لاي حد بيعاني شويه من البرد او الحاجات دي، كنا بتفرق برده كتير جدا. ممكن لو انا شايف ان هي كده ولا كده ممكن اديها معلقه عسل ابيض، يعني انا مش هحط لها اي حاجه. حط عندي كوبايه ميه. حلو الكلام. وهجيب عندي معلقه صغيره عشان نشوف المعايير عامله ازاي. هنا بصوا حضراتكم بقى، بصوا هوالي معلش انا اسف قبل ما اروح للشاي، ادي هنا بدا كده، هبدا انزل عليه بالخضار السوتيه بتاعي اهو لمده 3 دقائق كده اهو، وهدي له عندي حبه ملح بسيط قوي عشان استطعم، وكمان عندي فلفل اسمر، وهنا كمان فلفل اسمر زياده كمان. ماشي الكلام. واعشاب لو حبيت ومش عايز اكلها احطها كده واشيلها بعد كده. ماشي الكلام. ودي ناخد بالنا منها شويه عشان انا عايز اللون الحلو ده. ماشي الكلام. ما انت لو اكلتني الاكل الدايت حلو هاكله، لكن لو يعني لو شيلتني منه من اول الكلام انا مش هاكل دايت ومش عايز اتخن ولا عايز ارفع، انا مش فارق عندي. طيب هجيب عندي معلقتين شاي اخضر، وهجيب عندي معلقه واحده من القرفه الخشب او البودر حسب الموجود عندي،
حلو الكلام. معلقه جنزبيل كمان واحده، واسيبهم يغلوا كويس جدا ونشوف الموضوع. طيب ده تمام خلاص، ده كده مش اكتر من كده، يطلع على طول على الطبق ونشوف نغرفه ازاي، عشان الطبق لو عجبني هاكله، ما عجبنيش انا مش هاكله. حلو الكلام، طبق حلو كده. ماشي الكلام، انا بقى نغرفه بطريقه حلوه عشان خاطر نتشجع على اكله. ادي الخضار، نجيب البروكلي كده متبل ومتطعم. نجيب بطاطس مسلوقة وجزر مسلوق وكوسة نفس الموضوع. كده أي خضار تاني موجود عندي أنا هستخدمه. كده ماشي الكلام. وادي الستيك، هعمل كده طريقة عادية جدا جدا اهو. ماشي الكلام، وده الله يحطه كمان دول بالمرة. اشمعنى يعني دول؟ ده هم دول اللي فيهم الخلاصة. ماشي الكلام، ولا محتاج مني أي حاجة خالص. ده أول طبق لحضراتكم ما فيهوش صعوبة. هنا شامم ريحة الجنزبيل على الشاي الأخضر على القرفة، تغلي غلوتين ونصبهم في كوباية ويبقى ده مشروب جميل جدا. أنا شخصيا أرجح إني لو هشربه الصبح طبعا على غير ريق زي ما الدكاترة قالوا، يبقى الأفضل إن أنا أضرب معاه معلقة عسل أبيض، يكون نوع كويس جدا ما فيهاش صعوبة. أول طبق خلاص خلص، الشوربة تتبهر بملح وفلفل تبقى تمام. والناحية التانية عندي كمان الفراخ المشوية هيتعمل لها السلطة. السلطة ما فيهاش صعوبة خالص، عبارة عن كل الخضروات، الخس الأخضر، البصل، الطماطم، الشيري، الخيار، الجزر، فلفل الألوان، ده كله هيتمكس مع البقدونس والطماطم الشيري بحبة زيت زيتون وليمون ومتشكرين. تعال نطلع فاصل ثم نواصل. اهلا بكم مره ثانيه مع الامهانيه. طيب الموضوع ما كانش فيه صعوبه زي ما حضراتكم شفتوا، خلصنا الامور بشكل سريع جدا. المج ده اللي فيه البخار ده هو فيه الجنزبيل بالقرفه بالنعناع الفريش بالشاي الاخضر كله مع بعضه. المج ده عطلني شويه، بعدت جبته من بره. هو بتاع طبعا يعني المج ده بتاع النهار، كل المذيعين فيها بتشرب فيه، انا الوحيد اللي بقدم فيه شوربه وقدم فيه مشاريب للايه؟ للاكل والشرب. تمام. طيب انا هعمل السلطه على السريع ويبقى الامور كده خلاص خلصت الحمد لله وتمام التمام. معلقتين زيت زيتون. ماشي الكلام. معلقه واحده، اقل من ذره ملح عفوا، ومعلقه ليمون. ماشي الكلام، اضرب على السريع. ماشي الكلام. الفراخ زي ما حضراتكم شايفين هي ما فيهاش اي حاجه. تعالى نجيب كل الحاجات الخضراء بتاعتنا. عندنا خس وجزر وبصل مش كتير، خلينا نحط نص بصليه بس، وعندنا كمان خيار، فلفل الوان، طماطم شيري زي ما هي، عندي خس مشكل. حلو الكلام، وتعالى نقلبهم بايدينا عشان يبقوا جاهزين. سلطة عادية جدا أي حد في الدنيا ممكن يخش يعملها، الدريسنج بتاعها سهل جدا وبسيط. كده. ماشي الكلام، ونغرفها على طول كده زي ما احنا. في طبق حلو. أصل السلطة دي مزاج. لو ما اتعملتش بشكل حلو ما تتاكلش.
ماشي الكلام. دول كتير عشان بلاش نزودهم يبقى الموضوع كده ايه قلق. تعالوا نجيب بقى كمان الفراخ من على الشواية ونبدأ نشوف هنعمل فيها ايه الفراخ كده. نشيل الحاجات دي خالص. نجيب عند سكينة هذه الفراخ. ايوان هو ده اللي انا عايزه. ركزي معايا يا هوالي بعد اذنك. دي فراخ مشويه مفيهاش اي حاجه في الدنيا. تتقطع ممكن نخلطها في النص وممكن نخليها كمان لو حبينا ان هي تكون بالوش زي ما هي كده ما عندناش مانع. ده موجود وده موجود. وانا خلاص خلصت. هقطع كده ماشي الكلام. نلعب مع السلطه بشكل عادي جدا. الفراخ دي يعني ريحتها حلوه جدا وسهله في تسويتها. وادي كمان الحته الاخيره دي ونعمل حاجه حلوه قوي. على الوش ودي تطلع على طول في اخر حاجه. تمام زي ما حضراتكم شفتوا كده ايه السلطه شكلها بيتكلم. كان معانا النهارده اربع اطباق او نقول ثلاث اطباق بس كان معاهم يعني مج كده حلو ويساعد على حرق الدهون. كان معانا ستيك بالخضار السوتيه وكان معانا كمان سلطه بالفراخ المشويه وشوربه حرق الدهون وقرفه على جنزبيل على نعناع على شاي اخضر. طيب بقى يلا سلام عليكم.